هو الحصان الاسود بتاع كاس العالم بصراحه هي بلجيكا. بلجيكا يعني ماشيه متقدمه وكره مالهاش كبير. والله اللي حصان الاسود دلوقتي الواحد شوفها، شوف روسيا، لان روسيا ما كانش ليها يعني في البدايه ما كانش الواحد متوقع انها توصل لدور ال 16 ولقينا هي بتعمل اداء افضل واحسن وبتكسب ووصلت للدور الثمانية يعني. فهي متعتقد ان هي روسيا كلها حصان اسود يعني ان شاء الله. كاس العالم السنه دي يعني مش طبيعي، يعني في فرق كبيره طلعت ما كانش متصور انها تطلع، وفرق يعني صغيره كبرت وبقت يعني بقت مهمه قوي، يعني حاجه الحقيقه يعني جديده يعني علينا. انما بلجيكا والناس البلاد الصغيره دي طلعت يعني بقت محترمه قوي ولها مستقبل جامد قوي، وافتكر ان بلجيكا هي ممكن تاخد ال كاس العالم، افتكر يعني ان شاء الله. انا بقول ان مباراه الدور الثمانيه اللي هي يوم الجمعه اللي هي البرازيل مع بلجيكا، انا عندي شعور كده ان اللي هيفوز هذه المباراه هو المرشح الاول للفوز بكاس العالم. السنه دي كاس العالم كان فيه مفاجات من الاول، طلوع الفرق اللي خرجت ما كانش حد متوقع، طلوع فرقه زي المانيا واسبانيا، الناس دي خرجت ما كانش حد متوقع، وفي فرق صعدت طبعا زي روسيا وبلجيكا والناس اللي طالعه. انا شايف الحصان الاسود السنه دي بالاداء اللي عملته روسيا وبلجيكا في الادوار الاولانيه، بالذات روسيا وبانها كمان صاحبه الارض والجمهور، فشايف ان هي دي اللي هتبقى الحصان الاسود. اتوقع مربع الذهب هيكون موجود في روسيا وبلجيكا، يعني اتوقع يعني. كاس العالم السنه دي في مفاجات، سواء الناس اللي خرجت او الناس اللي مكمله الغير متوقعه، طبعا على راسها بلجيكا وروسيا، يعني هم دول. روسيا طبعا بتاثير الجمهور وعلى ارضها وملعبها دايما بيبقى الفرقه المستضيفه، حتى لو ما لهاش تاريخ في كاس العالم بتبقى هي ليها يعني الباور ان هي تكمل وتبقى حتى الحصان الاسود، حتى لو هي امكانياتها اضعف بس بيبقى في حاجات مؤثره عوامل ثانيه بتخليها تبقى هي الحصان الاسود. وبلجيكا نفس الكلام بالذات بعد خروج الكبار كلهم، فنقدر نقول الحصان الاسود كان هو بلجيكا وروسيا يعني.